اليوم تنحضروا في أكاديمية الصناعة التقليدية مع الطلبة في المكتبة الوسائطية للمجيد الحسن الثاني. الهدف الأسمى في هذه الندوة اليوم اللي الشعار ديالها ولا العنوان ديالها الأساسي هو التوريد والصناعات المرتبطة بها. بصفتي كمهتم بتراث التوريد يعني باغي نحاول، لحد الآن مازال ما حددتش الموضوع ديالي، باغي نشوف المساحات البيضاء اللي غتبقى في الندوة وباش نملأها، سواء على علاقة الفرس وحضوره والفارس في العيطة، أو الصناعة التقليدية وعلاقتها بالتبوريدة، أو مجموعة ديال المسائل اللي عندها علاقة بالتبوريدة. فاليوم اللي أساسي أننا يعني مادام أن اليونسكو اعترفت بالتراث كمكون في اللائحة في القائمة ديال التراث اللامادي، ولات يعني واحد الموروث ثقافي إنساني عالمي، فخصنا نتعاطوا معها بطريقة أخرى. ما يمكنش نبقاو يعني العشوائية في التنظيم والعشوائية في التواصل، وخاص الجامعة اليوم يعني تواصل مع الفرسان وتأسس الأندية، وخاص الشركة المغربية لتشجيع الفرس تكون حاضرة في جميع المهرجانات أو جميع المواسم من أجل التوجيه ومن أجل دائما الرقي. اليوم ما عندناش ملاعب في 12 جهة، اليوم الوزارة الثقافة مطالبة بإحداث 12 محرك ديال الخير بالأروقة ديالهم، يعني بالمحلات التجارية ديال الصناعة التقليدية، بالمرافق البيئية، يعني تدخل بحال داخل تيران ديال الكرة باش تفرج وتستمتع بتراث بوريدة. ونتمنى خيرا اليوم يوم كبير جدا، نهار جميل جدا، حيث غادي يكون واحد اللقاء مع الطلبة ديالنا ومع نخبة من الأساتذة الكبار متخصصين في الصناعة التقليدية وكذلك المجال الفروسية. العمل ديالنا فهو أول هو عمل بيداغوجي، من انطلاقا من هذا يعني هذه الندوات بالنسبه للطلبه ديالنا، يعني تنعطيهم واحد حصيله او حصيله على العمل الفني وكذلك الفن التبوريدة من خلال يعني العلوم يعني اللي هي ديال الصناعه التقليديه وكذلك التوثيق. كنعطيوهم منهجية من خلال الأعمال ديالنا، كنعطيوهم منهجية، طريقة منهجية للحفاظ على التراث يعني اللي هو التبوريدة، من خلال العلاقة ديالنا مع الصناع التقليديين، الصناع ديال مثلا السروجة أو يعني كاع الأكسسوارات اللي عندها علاقة بالحصان. كنحاولوا أن نخدموا معهم، نحاولوا ناخذوا من عندهم معلومات حول كيفية صناعة السرج وكيفية يعني الركوب، يعني كيفاش تيكون مثلا السرج يكون يعني جلده، من خلال الجلده تيدوز السرج كيولي يعني واحد الشكل جميل جدا اللي تنقوموا به حنايا من خلال الابحاث ديالنا الميدانيه. كتكون متقى اولا يعني بعض الاشياء اللي عندها علاقه بالرسومات، تنقوموا برسم يعني الادوات وكذلك الاشكال ديال السرج، يعني من الاول عمليه الى اخر عمليه، هذه كتسمى عمليه التوثيق. ومن خلال هذه الاعمال هذه اللي كيشوفوها الطلبه، كيشوفوا العمل يعني الميداني، من خلال العمل الميداني اللي هو عنده علاقه بالصانع التقليدي تتم عمليه التوثيق. ولهذا فكان حنا تنأسسوا لواحد المنهجيه، واحد المشروع بيداغوجي كيكون يعني هادف ان الصناعه التقليديه اللي غادي تكون مثلا ديال الحديد ولا صناعه الخزاف او صناعه الجلديه او صناعه النسيج او صناعه الزليج او ترميم الهندسه المعماريه او يعني الى ذلك من الصناعات التقليديه، فهو يعني يمكن ان يدرس بطريقه علميه، ولكن يجب تتمين التراث من خلال الصانع التقليدي. بصفتي كطالبه باكاديميه الفنون التقليديه، نظمنا اليوم ندوه حول التبوريدة والصناعات المرتبطه بها بحضور اساتذه ودكاتره كبار اللي غاديين يتقدموا لنا يعرفوا لنا على هذا التراث الشعبي المغربي الاصيل. كيف كتعرفوا التبوريدة دخلت في اليونسكو، داكشي علاش بغينا نعرفوا بفن التبوريدة كتراث ونعرفوا بكاع الصناع اللي مرتبطه بها.
كصناعة النسيج، سروجة، المكحلة، ركبات، كل ما هو داخل في اللباس ولا الاكسسوار ديال الفن التبريضه.